تعتقد بأن تركيا ستستجيب أم أنها قد تأتي بدلائل في ظل أنها تقول بأننا لسنا مسؤولين عن هذه العملية؟ لا أعلم ما هي البراهين أو الأدائل التي يمكن أن يوضحوها، ولكن بغض النظر عن ذلك فأنا لا أعتقد بأن الجيش التركي سوف يخرج من الأراضي العراقية فقط بسبب هذه المطالب العراقية للقوات التركية. تركيا ولمدة عقود من الزمن قد رأت وجود PKK في العراق كتهديد أكبر للأمن القومي التركي، وأنقرة كانت واضحة تماما في أنها لن تتردد عندما يأتي الأمر إلى الدخول إلى دولة أخرى وإجراء عمليات ضد حزب PKK أو YPJ وحدات حماية الشعب. فإذا يقينا بأن هناك أزمة كبرى في العلاقات التركية العراقية حاليا، ولكن مجددا أعتقد بأنني أشك تماما في أن تركيا يمكن أن تسحب قواتها العسكرية خارج الأراضي العراقية فقط استجابة للمطالب العراقية. هناك أسئلة مثارة عما يمكن أن تقوم به العراق أكثر من أن تكتفي بالمطالبة، ولكن مؤكدا فإن المطالبات وحدها لن ينتج عنها استجابة القوات التركية بالانسحاب، طالما أنقرة تشعر بتهديد PKK ضد تركيا من شمال العراق.